فرصة مفتوحة. كويس. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام وعلى آله وصحبه ومن والاه. في الحقيقة أنا ما حناقشكم في الكلام اللي انتوا ذكرتوه كله فيما يتعلق بالصوفية والتوحيد ده ما هي القضية. القضية اللي أنا حناقشك ولا الخلافة، والله أنا يعني الركن ده مستواه أدنى من أنه يتم فيه مناقشة قضية الخلافة، خلافة الصديق وأبو بكر وعمر أكبر من الكلام ده. أنا حديكم بس ملاحظة، مداخلة بسيطة وحديث للنبي صلى الله عليه وسلم. إذا أنتوا أهل سنة وتلتزموا بالكتاب والسنة، أقول لكم حديث للنبي صلى الله عليه وسلم: ليس المسلم بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش البذيء، ولا الفاحش البذيء. النبي صلى الله عليه وسلم بيتحدث عن أن صفات للمسلم ما حامل الإسلام، ما حامل الدعوة. المسلم بوصفه بيشهد لا إله إلا الله، مش بيجي يوري الناس دين هو ما ملتزم بأنه الله يا أخي يا صوفي يا عاطل مهارف يا دي كلها إساءات الصوفي ده يا إمة، إنك إنت ما ملتزم. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول سباب المسلم فسق وقتاله كفر، فيا إمة إنك إنت بتسف الناس زي هم كفار، طيب تورينا هنا الناس زي الكفار، يا إمة إنك إنت فاسق، لأن سباب المسلم من الفسق. صحيح؟ فيعني كلامي لكم ما موضوع خلافة، والخلافة دي أكبر من أنه ينكر أنصار سنة أو سلفية أو غير. الخلافة دي مذكورة في الأدلة بتاعت النبي صلى الله عليه وسلم، كتاب وسنة وإجماع صحابة على مدى 13 قرن. ما بيستطيع ينكر زول زيك في ركن ولا في أركان ولا مسلط من قبل الحكام حتى أنه يثبت عروش، ما بيقدر زول ينتهي من الخلافة دي. الخلافة دي حكم ثابت شرعي واجب على المسلمين أن هم يقيموه بالأدلة الشرعية، كتاب وسنة. فالنقاش ما حيكون فيها هي، وإنما أولا انت شان نحن نجي نداخلك في الموضوع ده، خليك أول حاجة يعني التزم بآداب الإسلام، لأنك انت لا تسب وما تطعن الناس، التزم بآداب الإسلام وللنقاش، واحترم الطلبة الواقفين ديل اللي هم جايين يسمعوا كلامك باعتبارك انك انت بتدعوهم للإسلام، فاحترم عقول واحترم الإسلام اللي انت بتدعو له ده واللي انت بتحمله ده، وناقش الناس في أفكار وفي فهم بغض النظر عن الطعن في الأشخاص، ناقش أفكار الإسلام. جزاكم الله خير. أيوة. لا له هنا ذاته. طيب الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. وكويس إنك من أول منبر تشتغل موازي معانا، لأنه ميداننا ده ميدان حار، وزول الدائرة الشيل كبير شيل حار لابد يصبر، ويكون من صفاته ومن سماته الصبر، ومن صفاته وسماته الرجالة والثبات، لا الروغان والحيدة يمينا وشمالا. طيب أنا نقاطك دي إن شاء الله كلها بجي عليها. من النقاط القالة قال إذا أنتوا أهل سنة، الرسول صلى الله عليه وسلم قال ليس المسلم بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش البذيء، وقال سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. فهل أيوه هو قال فسق، ما حنركز معه، بعدين حوريك ليه ما حنركز معه، لأنهم أصلا حزب التحرير في عقيدته ككتابة الشخصية الإسلامية ما بيؤمنوا بأخبار الآحاد في كتاب الشخصية الإسلامية لتقي الدين النبهاني. دار تجيب الخلافة الإسلامية وإنت بتنكر بإنكارك لأخبار وأحاديث الآحاد، إنت بتنكر آيات من القرآن. تقدر تناقشنا في الموضوع ده؟ تقدر تخش فوقه؟ طيب قال نواصل الرد بعد ذاك بنجيك. قال سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، فهل إنت اللي بتسيب فوقهم كفار
ولا أنت كافر؟ لأنه عقيدتك عقيدة الخوارج، لأنه عقيدتك عقيدة الخوارج. ده ما كلامك، كلامك قلت وأنا سجلت وسكت لغاية ما أنت انتهيت. هل ده الأدب بتاعك تتكلم عنه؟ تسكت لغاية ما أنا أنتهي وأنجمك، بعد ذاك لو عندك موضوع ترفع أصبعك. تفهم الحاصل؟ لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، عار عليك إذا فعلت عظيم. وما قروكم له في حزب التحرير، فهمت؟ قبل ما نجيك للأدلة من القرآن والسنة، تفهم الكلام ده؟ طيب، فعقيدة العقيدة دي، لأنه قال لك هل الناس ذيل كفار؟ لأنه النبي صلى الله عليه وسلم قال سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، والقتال الكفر ورد في القتال، والفسق ورد في شنو؟ في السباب. وانت الان بتحملنا انه احنا الان قاعدين نسيب في الصوفيه، وبجيك للموضوع ده، هل هو سباب ولا ما سباب؟ فانت قلت بعظمه لسانك، ام انت دخلت ولا تدري ما تقول؟ هل انت لا تدري ما تقول؟ قال فهل انت بتسيب فيهم هم كفار ولا انت كافر؟ لانك انت بتعتقد انه الكبائر من الامور اللي بتكفر، ودي عقيده الخوارج، فهمت؟ اما مساله انه انا قاعد اسب او ما او اخواننا ديل كلهم قاعدين يسبوا، ما قاعدين نسب، ما سبيناهم، جبنا لك كلامهم. هم يشاكلوا برام وقال افتح لك الصفحه، وهو قام طلع من عيونه الشاذلي مع احمد الطيب. احمد الطيب قال لك طلع من عيونه شنو؟ نار عديد، وشاكل مع الشاذلي لغايه ما النار ضربت الشاذلي، والشاذلي رجع ورا. وبعد ذاك الخضر قالهم عليه السلام جاء صلح بيناتهم، وكمان قروا الفاتحه، وانا ما عارف شربوا ماذا ولا ما شربوا. بعد ذاك تقول نحن قاعدين نسيب فوقهم؟ ده كلامنا نحن ولا كلام الصوفيه؟ ها؟ لما جينا قلنا الصوفيه شرك وباطل وضلال، هل ده كلامنا نحن ولا كلام الصوفيه؟ هنا لما جاء قال لك ده، قال لك الملائكه بتعصي الله، انت ما عارف الموضوع ده؟ الموضوع ده عارفه ولا ما عارفه؟ قال الخلافه انا ما بتكلم عنها في الركن ده، لانه الركن ده هو الطريق الصحيح للخلافة، انت فاهم؟ عشان كده انت ما دار تتكلم عنه، لانه ربنا سبحانه وتعالى قلنا لك قال في سورة النور وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. ربنا قال شنو؟ يعبدونني لا يشركون بي شيئا. يعبدونني، يعبدونني ده شنو؟ ده الشر، ده التوحيد. التمكين بتاع الخلافه لابد يكون بشنو؟ بالتوحيد. اذا ما في توحيد ما في خلافه. بعدين هو دارج يحملنا انه نحن بننكر الخلافه. قبل ما انا اخش يا ابو بكر وراك الخلافه، نحن نعطيك من الادله ما لا تحسنها انت، انت فاهم؟ في موضوع الخلافه، لكن نحن خلافنا معك في موضوع الخلافه هو كيف تاتي الخلافه. فلا بد ان تغير في فهمك خلاف ما تعتقده الآن حتى ترجع الخلافة، أنت فاهم؟ فأنت بفهمك ده ما بترجع خلافة، كويس؟ فأول شرط قلنا لك حتى ترجع الخلافة أن يدعو الناس للتوحيد. والصوفية أكبر ناس وأكبر عائق للخلافة بنص القرآن، لأنهم هم دعاة الشرك. ولا تجد قل ليلة ده ما شرك، البنادو في الليل والنهار بنادوا في الشيوخ بتاعنهم، في الليل الهادي بنادي سيادي جملة وفرادي، فهمت؟ ده نمرة واحد. نمرة اثنان، ده يدل على جهلك انت بمبادئ الإسلام. تتكلم عن الخلافة قبل ما تتكلم عن التوحيد. النبي عليه الصلاة والسلام أول ما بدأ الدعوة بدأ بشنو؟ بالتوحيد. ربنا سبحانه وتعالى قال يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجزة أي الأصنام فاهجر. تترك عبادة الأصنام، ده معنى الآية كده. أول حاجة بدأ بها الرسول عليه الصلاة والسلام التوحيد. عشان كده عائشة في البخاري قالت أول ما نزل على النبي عليه الصلاة والسلام صور من قصار المفصل فيها ذكر الجنة والنار. ولو كان أول ما نزل ألا تزنوا ولا تسرقوا ولا تشربوا الخمر لقالوا والله نزني ونسرق ونشرب الخمر ولا ندعها أبدا. الخلافة واجب، لكن هل الدعوة إليها أوجب أم الدعوة إلى التوحيد ونقض الشرك الأوجب؟ ياتو يفصل بيننا الكتاب والسنة. النبي عليه الصلاة والسلام لما أرسل معاذا إلى اليمن قال إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شنو؟
إلى أن يوحدوا الله. يا يلزمك يا أنت جاهل بالحديث وهذا اللي وريناك تتوب تمرق من حزب التحرير واحد، ولا أنت عندك فهمك أفضل من فهم الرسول عليه الصلاة والسلام. فتاني ما تبدأ في كلامك بالخلافة، أول حاجة تبدأ بشنو؟ بالتوحيد. والنبي عليه الصلاة والسلام لما أرسل عليا رضي الله عنه يفتح حصن خيبر، حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أيضا في الصحيحين وفي منقبة لعلي رضي الله عنه وغيره من الفوائد، قال انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم أخبرهم بما يجب عليهم، ثم ادعوهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، خير لك من الاقتصاد بتتكلم فوقه، خير لك من موقف شروني اللي بتتكلموا فوقه، نقلوا في جامعة السودان الغربي سيمستر الفات ركن كامل عن شروني، شروني والمسافة بعيدة وسوق العربي بلطو وبعدها كرعيني بيورمن، ده دينك؟ ده دينك كده؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم بدأ الدين كده؟ ما بنخليك الليلة، دار تجي تستهبل علينا وعامل فوق الوقت ظريف، عنده أسلوب ظريف، وجا قال أن إحنا قال الخلافة مذكورة في الكتاب والسنة، ما زيك أنت المسلط من قبل الحكام، هل مسلط ده مدح ولا ذم؟ ذم، يبقى أنت بتسب، والنبي صلى الله عليه وسلم قال سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، فما تبقى إنسان، ما تبقى إنسان متناقض، الوهمات بتاعتك دي وهمات بتاعت هوس ورع كاذب وكذب ولخبطة على الناس عشان تضيع لهم الحقيقة، دي وهمات عملوها جماعة قبالك وكانوا أذكى منك وأفهم منك وكلهم ربنا كسره، فهمت؟ لأنه ما فزول بيقدر يعارض كلمة الله سبحانه وتعالى، وما فزول بيقدر يعارض دين الله سبحانه وتعالى، وما فزول بيقدر يعارض توحيد الله جل وعلا. والنبي عليه الصلاة والسلام لما بدأ أهل قريش بالدعوة بداهم بالتوحيد، فلو كان النبي صلى الله عليه وسلم أول ما بداهم بالخلافة مش كده، مش يقول لهم أبو جهل يبقى الخليفة وبعد ذاك أنا الوزير، لا، جو براهم عرضوا عليهم قالوا لقد جئت بأمر فرقت به جماعتنا وسفهت به أحلامنا، ها؟ قال وعبت آلهتنا، فلو أردت بالذي جئت به مالا جمعنا لك من أموالنا حتى تكون من أكثرنا مالا، ولو أردت بالذي جئت به ملكا ملكناك علينا، ولو أردت بالذي جئت به سوددا سودناك علينا حتى لا نقطع أمرا إلا إليك، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. عمل شنو؟ دي أدلة ولا ما أدلة؟ أدلة. النبي صلى الله عليه وسلم خلاه بعد ما كمل من كلامه وانتهى مرة واحد، وده أدب نبوي الود ما التزم به، بقى يرفع أصبعه، فهمت؟ بنخبتك بيجاي وبيجاي بالأدلة، معلش نحن شغلنا حار، لكن ده طريق الخلافة، أنت عارف كده؟ ما بخليك الليل، فهمت؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له أفرغت يا أبا الوليد؟ انتهيت؟ قال نعم. فبدأ وقرأ عليه النبي عليه الصلاة والسلام من أوائل سورة فصلت حتى إذا بلغ قول الله سبحانه وتعالى فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود، فقال يا محمد نشدتك الله والرحيم إلا كففت. النبي عليه الصلاة والسلام لما طلع جبل الصفا، لما ربنا أنزل عليه وأنذر عشيرتك الأقربين، نادى في قريش وصباحا، فاجتمعت إليه بطون قريش، فقال لو قلت لكم أن جيشا وراء في سفح هذا الجبل مصبحكم أو ممسيكم، يعني حيغير عليكم صباحا أو مساء، أكنتم مصدقي؟ قالوا ما جربنا عليك كذبا قط. قال فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد، قولوا شنو؟ لا إله إلا الله تفلحوا. فجابوا أبو لهب قال تبا لك لهذا جمعتنا، فأنزل الله عز وجل تبت يد أبي لهب وتب. بعد ذلك دعاة الشرك بيجوز سبهم بالمناسبة، عشان ما تعمل فوق الود بتتجدع وأجيب لك معلومة وكده ولابس ظريف، دار تعمل فوق بتخمنا يعني، بيجوز سب العطالة دي. وغد ما يكون دشت، وده غد ما يكون فسوق للزول اللي بيستحق. النبي عليه الصلاة والسلام في سنن أبي داود قال من سمعتموه
يتعزى بعزاء الجاهلية فأعضوه بهني أبيه أي بذكر أبيه ولا تكنوا. يعني زول بيدعو بدعوة الجاهلية، أي أمر من أمور الجاهلية، النبي صلى الله عليه وسلم قال شنو؟ قل له عض ذكر أبيك ولا تكنوا كمان. ما تكني، رأيك في الكلام ده شنو؟ عرفتها؟ للزول اللي بيستحق. أنا إحنا ما قاعدين أسألك الله، الطلبة ديل جزاهم الله خير من قبل قاعدين، ونحن عارفينهم من محاضرات من تاد بدري، لكن قاعدين لأنهم بيستفيدوا آيات وحديث. حصل شتمنا طالب يا شباب؟ ما حصل شتمناهم، فهمت؟ فنحن بنتكلم عن الدعاة ديل، قلنا الزول ده أنت ليه بتتغاظ؟ تتغاظ ليه؟ ده ما السؤال. أنا بتكلم في صوفي قال ماسك الكون، خلافتك دي ذاتها في يد الصوفي بعقيدته. أها أنت رأيك شنو؟ صفحة كم؟ 114؟ 114 دي كده الخلافة بتجي، الصفحة تكون جاهزة والشغل يكون جاهز ونسب اللي بيستحق السب، فهمت الحاصل؟ بدليل انت جاي ساكت. شوف عشان كده خلافة ما بتجيك، الخلافة ما بتجيك لأنه زول الكتاب والسنة ما داير يحكمها لا في أقواله ولا في أفعاله ولا في أحواله، ما داير يحقق الكتاب والسنة في تعامله. ترجع له الخلافة كيف؟ الصفحة 114 بحركات نحن نعلمها تماما، وده اتكلمت عنهم حزب التحرير، ما تكلموا عنهم السلفيين براهم، حتى الاخوان المسلمين ناسهم اتكلموا عنهم في كتاب الموسوعة الميسرة في الاديان والمذاهب المعاصرة تحت الندوة العالمية للشباب الاسلامي، دي حقت اخوان مسلمين، قالوا من الاشياء اللي بيبيعوها، ده كلام الاخوان المسلمين، تمشي شيل فرارك تمشي لهم. قالوا حزب التحرير يبيح القبلة لإدخال النساء في الدعوة عشان تدخلن، فهمت؟ وده لو جازت والله البلد دي زول برا الدعوة بيفضل ما في، تفهم الموضوع ده؟ ها؟ ده ياهو دينك الدار تجي تشتغل به وانت؟ طيب الصفحة 114 فهمت؟ يا ناس يا حزب التحرير خلافة بتاع شنو؟ يا اخي انت بنات عمك ما سمعن بك، والله تمشي تقول لي حبوبة كبيرة انا من حزب التحرير، تقول لك يا ولدي انت كلامك ما كان سامح يتلفظ، مالك في شنو حاصل عليك شنو؟ ما في زول سامع بيك يا اخي، حزب تحرير بتاع شنو؟ هوس بس، موقف غيروه يكوركو، سكر زادوه يكوركو، بطون بس، تابعين البطون، فهمت؟ وده في النهاية، ده في النهاية يا اخواننا يدل على قلة عقل الانسان، لأنه ربنا أقامك في الدنيا دي لشنو؟ لأن تجعل الدنيا مزرعة للآخرة، ما تعمر الدنيا، فهمت؟ لكن من هجم منهج حزب التحرير هو منهج تقي الدين النبهاني الفلسطيني الذي كان أصلا من جماعة الإخوان المسلمين، ثم انشق عنها وأخذ نفس أفكار الترابي، ولذلك إنكار عذاب القبر ونزول المسيح وغيرها من المسائل التي ضل فيها الترابي يوافق فيها حزب التحرير الترابي، وعندهم كتب موجودة، كتاب الشخصية الإسلامية وغيرها من الكتب، ويقدمون العقل على الدليل الصحيح من الكتاب والسنة، فهمت؟ ده قال لك أحمد الطيب ومنهم الشيخ الطيب ابن البشير رضي الله عنه، ربنا ملك الكون 33 سنة لم يضيع فيه جناح بعوضة، فهمت؟ المفروض ديل تتكلم فوقهم عشان تعرفوا إنه الأحزاب دي يا شباب دائرة تتسلق بيك أنت، تنضوي تحتها يدوك منشورات تمشي توزعها عشان بعد ذاك هو يظهر إنه الإنسان البطل والإنسان المناضل، بعدين أنت ما لقيت تتكلم في الحكومة إلا جم من برنا ده، ها؟ دي ذاتها من الخوف، يعني عشان الناس يكونوا منشغلين، أنت لو نجيط مش داير الخروج ده الحرام ده أنت دايره وأنت عامل فوق راجل، ما تمرق بي جاي، أمشي القصر الجمهوري فهمت؟ أمشي القيادة العامة، أمشي جهاز الأمن، أمشي الشرطة بي جاي، شو يقول لهم يزغط، وهؤلاء الحكام الكفار زي ما قاعدين يقولوا هم كويس، امشي اتكلم برا هناك، امشي اخرج، لكن بس تجي تخرج لي انا بجاي، يعني على الاقل كان يمرق برا في الشارع مش يجي الضاره ورانا هنا، حكام انت كفار املك بجاي، تجي قاعد لي بجاي منزرع ما بظل سامعك ذاته،